سجلت مفوضية الانتخابات المئات من التجاوزات على قوانين الدعاية الانتخابية، مبينة أن مرشحين وكيانات استخدموا أماكن غير مخصصة لعرض لافتات الدعاية الانتخابية. وقال عضو المفوضية حازم الروديني في تصريح صحفي أن لجان المراقبة في بغداد وكل المحافظات أبلغت الكيانات بإزالة الخروقات خلال 3 أيام، مبينا أنه في حال انتهاء المدة المحددة سيتخذ مجلس المفوضين القرارات بخصوص التغريم.